موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المعرض الرئيسي أهلا مدارس 2023 بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض أهلا مدارس 2023 في جميع المحافظات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن مبادرة أهلا مدارس تمنح خصومات تصل إلى 50% في بعض السلع من خلال معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة و108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية، بالإضافة إلى 32 شادرا بالمراكز و84 قافلة متجولة، بجانب 427 سلسلة مكتبات وأكثر من 2050 محلا مشاركا في الأوكازيون، حيث يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس والحقائب المدرسية والعديد من السلع الغذائية والمدرسية. تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكين لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. تناول الاتصال القضايا الإقليمية المهمة على رأسها الأزمة السودانية والوضع في ليبيا، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة بشقيها السياسية والإنسانية وجهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التي تم طرحها على قادة دول الجوار. كما استعرض وزير الخارجية جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي الشقيق والمواطنين المصريين في المناطق الليبية المنكوبة جراء الفيضانات. استقبلت وزارة الداخلية زيارة لمسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لتبادل الخبرات والمعلومات وتفعيل التعاون المشترك في مجال مكافحة المواد المخدرة. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. ترتكز الاستراتيجيات الأمنية المصرية على تفعيل التعاون الأمني الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المواد المخدرة لمنع عمليات الجلب والتهريب عبر الحدود. من هذا المنطلق وحرصا على تفعيل هذا التعاون، استضافت مصر زيارة مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لتبادل الخبرات والمعلومات وتفعيل التعاون المشترك في مجال مكافحة المواد المخدرة. حقيقة احنا هذا المؤتمر يأتي في زي ما حكيت انا في اطار الدعم وتعزيز التعاون العربي والاستفادة من تجارب والخبرات الموجودة في الدول العربية ليتسنى لنا كمكتب عربي لتعميم هذه التجارب على جميع الدول العربية والاستفادة منها في مكافحة آفة المخدرات. وتأتي استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأكيدا على الدور المصري الريادي في مجال مكافحة المواد المخدرة محليا وإقليميا ودوليا، وهو ما أشاد به الحضور الذين أبدوا رغبتهم في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال. جمهورية مصر العربية على اعتبار أنه لديها باع طويل في هذه الجريمة، لديها تجارب جدا جيدة. ارتفاع كبير إن شاء الله باستمرار التعاون واستمرار زيادة الجهود في التنسيق المستمر بين الأجهزة. هذا شيء صراحة لمسنا في المؤتمر، ونشكر وزارة الداخلية ومثلاً بجهاز مكافحة المخدرات حسن استطلاعها والاستقبال. طلعت معظم الدول أو جميع الدول على تجارب الدول الأخرى، وكان من أجل إيجاد فرص لتحسين مستوى أدائها في مكافحة المخدرات سواء من حيث العرض أو الطلب. الاجتماعات استمرت على مدى يومين، تم خلالهما استعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخدرات بمحوريها مكافحة العرض وخفض الطلب، وكذا التجارب الوطنية للدول المعنية وتعزيز التعاون بخاصة في الجانب المعلوماتي لمنع عمليات الجلب والتهريب. التجربة المصرية رائعة جدا، تجربة عريقة جدا كما ذكرت، يعني إدارة تعمل منذ 1929، فما بالك احنا في 2023 وما زالت تتطور هذه الإدارة، ونتمنى لهذه الإدارة تطور. طبعا الجمهورية العربية المصرية لها باع طويل في مكافحة المخدرات، وعندهم خبرة كبيرة في مكافحة المخدرات، وكان لنا الشرف انه نتعاطى معهم ونعرف شو طرق مكافحة المخدرات في مصر. اختتمت الاجتماعات فعالياتها بعدد من التوصيات، أبرزها أهمية الرقابة على المنافذ الشرعية والمناطق الحدودية
للتصدي لمحاولات جلب وتهريب المواد المخدرة من خلالها، وتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتكثيف حملات التوعية بأضرار المخدرات. على هامش الاجتماعات، قامت الوفود المشاركة بزيارة لمتحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واستعراض مقتنياته التاريخية وما تم توثيقه من وقائع ضبط متميزة وأشكال وأنواع المواد المخدرة، وكذا تنظيم زيارة لقسم المعمل والتحليل الفني التابع للإدارة. جاء اجتماع مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لمكافحة المخدرات في مصر، تأكيدا على أهمية ما توليه الاستراتيجية الأمنية للتعاون الدولي الإقليمي لمكافحة المخدرات، والذي انعكس على النجاحات الكبيرة المحققة في هذا المجال. يواجه النادي الأهلي في 9:00 مساء اليوم نظيره اتحاد العاصمة الجزائري على استاد الملك فهد الدولية بمدينة الطائف السعودية في بطولة السوبر الإفريقية، ويتطلع الأهلي لحصد بطولة السوبر الإفريقية في بداية الموسم الجديد بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 على حساب الوداد المغربي ليواجه اتحاد العاصمة الجزائري ليلة، والذي توج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزانية.